انا عايز اكد على معلومه مهمه جدا. احنا دلوقتي كبايثون، احنا دلوقتي مش شغالين بايثون ان هو الكور او هو الباك اند، ده مش صح. احنا مجرد بنطلع الريكوست بتاعنا. احنا دلوقتي بنعتبر في التقسيمه احنا كلاينت كود، احنا الفرونت اند، احنا كلاينت كود والفرونت اند، احنا مش الباك اند ولا التفاصيل مع الداتابيز. لا احنا بنتكلم الاي بي اي، ما دخلناش ان احنا اللي نبني. يبقى لو بنينا احنا بالبايثون الاي بي اي، هنبقى في الحاله دي اترفعنا الى مستوى الايه؟ الى مستوى ان احنا بقينا الكور بتاعنا بايثون، ونشوف بقى الفرونت اند بتتكلم ايه. طبعا في ناس بتحب تشتغل مثلا بالموبايل ابلكيشن، بالويب ابلكيشن بتشتغل جانجو، في ناس بتحب تشتغل بيراميد، في ناس بتحب تشتغل فلاسك، في ناس بتحب حاجات كتير. تمام، في حاجات كتير موجوده في السوق. يعني انا مش بفضل كل الحاجات دي بصراحه، لان يعني هو انت كده كده لازم تنقل نفسك ان البايثون يشتغل على سيرفر. في الاول وفي الاخر هنضطر نخلي البايثون يشتغل على سيرفر عشان يقدر هو اللي يسيرف، هو اللي يقدم الخدمات على الداتابيز، ويقدم لك الريست فول اي بي اي، ويحط اللوجيك ويعمل ويربط مع الداتابيز مباشره ويشتغل، وهو اللي يقدم الخدمه دي. دي هنشوفها في المستوى دي، في مستوى تاني ان شاء الله. لكن دلوقتي في مستوى اخر، ان انا كبايثون عايز اكول، عايز اعمل كولنج للريست فول اي بي اي عشان ابقى عارف ان البايثون كفرونت اند بيجي ازاي وكباك اند بيجي ازاي وهكذا. تمام، فان شاء الله بعد الجزء ده باذن الرحمن هناخد داتابيس ثانيه غير الفاير بيز، وهنخليها لوكال عشان البايثون ياخد دور بقى ان هو ايه، هو السيرفر، هو الكور، نربط بيه، وبعدين ناخد مستوى اعلى نقول احنا اللي هنكري الريست فول اي بي اي. تمام، يعني ناخد مستوى كده ومستوى كده، فيعني واحده واحده ان شاء الله، بحيث ان احنا نبقى مظبطين كويس جدا، ان احنا نقدر نخرج بنعرف نبني باك اند كويس جدا، ومستعدين من اي فرونت اند يربط. سواء مثلا عندنا مثلا اوراكل منزله تول مهمه جدا اسمها جيت، التول دي مهمه جدا، يعني هي فرونت اند بس هي قويه جدا، وبتطلع الويب ابلكيشن وبتطلع الموبايل ابلكيشن، فهو اسلوب واحد تقدر تطلع الويب تتكلم اي بي اي، اي بي اي بقى ما تفرقش معاها. فانت ممكن تبني ورا بايثون بتاعك وتشتغل كل الكلام ده وبتربط فوق. طبعا هي بس عشان الاوركل جيت، عشان حكيت الحاجات الكبيره، يعني لو انت بتبني سيستمز كبيره وفخمه وضخمه الناس بتبقى اوركل، يعني حاجه واو. وبرده ان شاء الله بدون تقصير، رغم ان انا ما كنتش حاطلكم في الخطه، بس لازم اديلكم عنها يعني كام فيديو، ان احنا هنربط مع الاوركل داتابيس، لان في ناس كتير جدا بالذات في الدول العربيه شغل كتير جدا على فكره الاوراكل داتابيس، فمش هنستثنيها، رغم ان ماي سيكوال هي اوراكل داتابيس، لكن هم يقصدوا اوراكل داتابيس اللي هي اوراكل داتابيس العاديه. فان شاء الله برضه ناخد برضه نشوف ازاي بنربط مع الاوراكل، لان في ناس كتير جدا ممكن تلاقي نفسها بقى تشتغل في الفيلد بتاع الاوراكل ذات نفسه، وتشتغل وتروح على داتابيس، لان هي بيعتبروها السيستمز بقى الثقيله، الشغل الجامد، هو الناس بتعتبرها كده، هو ده الانطباع. دي كانت نبذه، معلش كده طولت عليكم عن بس باكد ان احنا هنا شغالين، احنا بس بنقول احنا فرونت، احنا مش باك اند، احنا مش شغالين باك اند، الباك اند مبنيه خلاص، فبس بنت لنا الداتابيز وبنت لنا كمان الريست فول اي بي اي بتاعتها، ولذلك احنا ماشيين وراها بالنادي بس بالنادي، لكن ما احناش اللي عملنا الشغل. طيب، وده مش قليل برضه على فكره، ده يعني ده قوي وده قوي، بس انا بحدد احنا فين موضوعنا، يعني مش محدش يفتكر ان دي حاجه قليله. على العموم انا ممكن اعمل ريكوست تاني جيت وارجي، مثلا عايز اجيب كي واحد. الفكره بتاعتها بسيطه جدا، ممكن انتوا اغلبكم بيقولوا لي ما تطبقهاش، احنا فاهمينها. لو رحنا على الفاير بيز داتا بيز بتاعتنا اهي، لو انا عايز اوصل لموظف بعينه، ده رقم زيرو او رقم واحد في الاري او اي حاجه، بدوس عليه كليك كده كده، تلاحظوا ان هو جاب لي اول واحد بس اللي هو عادل ده، بس ما جابليش غيره. تلاحظوا اليو ار ال اتغير بقى امبلويز سلاش زيرو، اللي هو الاي دي بتاع الشخص اللي انت عايزه. لو انت عايز ايه الفكره؟ فكره بسيطه جدا بنفس القاعده البسيطه جدا جدا جدا، القوه كلها في البساطه. حط دوت جيسون واشتغل، هي القاعده اللي احنا قلناها قبل كده، يعني انا جيت هي جيت، هو معاه هنا بس هكتب له دوت جيسون زيرو دوت جيسون مش اكتر، بس انا متاكد ان هو هيجيب لي 1 ايه 1 اف بي. لو عملت سن زي ما احنا شايفين، رقم 1 10 عادل صابور وخلاص خلاص. لو غيرنا ده وخليناه الاي دي بتاع الثاني اللي هو كان واحد، ضفنا انتر سن،
هلاقي مين جاب لي مين مهيمن صح والبيانات بتاعته. طب لو جبنا قلنا رقم اثنين نطفه صح، رقم اثنين او ثلاثه ماشي، هيرد عليا قال لي مفيش مفيش داتا، بيانات فاضيه. تمام، يبقى انا اعرف كده اذا كان هو فيه شخص ولا مش موجود. تمام كده، سهله بسيطه. هنظبطها ازاي هنا عندنا على البايثون ده؟ بسيطه جدا، يعني ممكن اسيب كده از واعمل 68 ليه، والله هغير يو ار ال، بس اليو ار ال المره دي فيه شغلانه كده. ايه الشغلانه اللي انت تاخد بالك منها؟ شغلانه الاي دي، يعني بس مش جيسون، هو معايا كده سلاش في امبلي اي دي هنا. قلت له ممكن اعمل كده واقوم كاتب هنا امب اي دي، وامب اي دي ده يبقى بالنسبه لي فاريبل، انا لسه بس ما عملتوش، بس هو بالنسبه لي فاريبل يعني. يعني انا محتاج اقوم عامل امب اي دي واقوم قايل له من انبوت، اقول له انتر ام بي اي دي، خلاص هيدخله. وبعدين كده بقى الفاريبل موجود اكون بالبي يو ار اي. بعد كده جبت لي البيانات، بس طبعا انا البيانات دي مش حلوه. هعرف ديفاين فانكشن اسمها جيت امب وبعد كده الاي دي بتاعها. تمام، واظبط بقى ليه القصه بتاعتي هنا تختلف سيكا، تختلف حاجه بسيطه. ادي العنوان بتاعي هنا بيتبعت حاجه اسمها اي دي، ولذلك لما اجي هنا اقوم قايل له ايه؟ هبعت له اي دي. البيانات بتاعتي بالاند بوينت كل تمام زي ما هو، لو مش 200 يبقى في ايرور الف. هقول له ايه؟ الف الف الف. تمام، لو الريسبونس دوت تكست موجود جيسون، ممكن نحولها جيسون، لو بتساوي نون، احنا عارفين نون اللي هي نون، يعني اللي هي لما عملنا ريكوست كده بالبوست مان جابت لي نون، بس تحول طبعا لنون في البايثون، تحول لنون في البايثون. فلو كانت نون معناها ان اللي مش موجود يعني. هقول له برنت ذيس نو امبلي ويز ذيس اي دي مثلا، وخلصنا. else خالص معناها ان هو لا مش نن ولا حاجه، خلاص. يبقى هيقول لي جيسون ريسبونس جيسون، بس مش هيجيب لي انجليز، لا لا هيجيب لي امب، هيجيب لي امب، هو مش غير امب واحد هي، ومش محتاج اعمل لوب عليه بقى، ما هو اصلا هو واحد، ولذلك كل الداتا دي هتبقى خارج الايه؟ خارج اللوب، ما فيش لوب، مش هيلف على اكتر من انجليز، هو انجليز واحد. ده هجيب له الاي دي بس والنيم والفون نمبرز بتاعته. طب اقدر اجيب له كمان الحاجات الباقيه اللي هي البروجكت اللي هو اشتغل فيها وكام ساعه اشتغلها؟ اه طبعا جوه البروجكت نفس الفكره بالظبط. هقوم جاي هنا، يعني كنت عايزكم تعملوها انتوا اسايمنت، بس مفيش مشكله اسالكم فيها. بروجكت ان اي بروجكتس، بروجكت ان بروجكتس، لان هي اسمها بروجكتس، فاول واحد يبقى شايل ايه؟ تمام؟ اول واحد يبقى شايل ايه؟ فانا قايل له ايه؟ البروجكت اوف هم ايه؟ اسمه بروجكت، اسم البروجكت، اقول له بروجكت اسم البروجكت، اسمه بروجكت بس عشان يجيب لي اسم البروجكت. ممكن احط قبليها كده ومعايا مثلا بروجكت نيم اسم المشروع واقوم عامله واقوم جايب اسمه، وممكن جنبيها اقول له الاورز كوما اورز، وافتح قوس كده وانطبع عدد الساعات بنفس الاسلوب. بس يعني الساعه اسمها وركينج اورز، انا هسميها وركينج اورز كده اهو. طبعا هي من لوب هيطلع البوش الاول والثاني والثالث والرابع ان شاء الله، بنفس البوش. تعالوا بينا نتست الحلويات دي. فقال لي يلا ابعت لي الصوره رقم 0، ما ردش عليا. اه ما احنا ما ناديناش على حاجه، يعني هو قلنا له انبوت، بعد ما نقول له انبوت هنادي بقى فانكشن اسمها جيت امب، صح ولا ايه؟ جيت امب وابعت له الام بي اي دي.
عشان تشتغل، عشان تفير، تتنادى عليها. احنا خارجين عن اي شيء. التوته كده وحطها فوق دي، خليها فين من بدايه؟ وانا ما عرفنا نخش من وين نقوم نتفهم. يلا بسم الله. زين، حلو. هل اللي في عندي رقم 0 اللي في عندي 10 كان عندها كود اللي هو 10 رقم؟ عملنا كده فعلا، احنا عندنا هو رقم موازي 10 لكن هو الاي دي بتاعه 0. ممكن نخليهم 2 1 اللي الفون نمبرز، وبعد كده قال لي يعني طبعا رقم الفون نمبرز، بعد كده ضرب قال لي بروجكت نيم. بيقول لي انت بتكون كات انت، قلت له صحيح لان عندي ساعات انت، وانا كنت هحولها سترنج عشان يكون كاتها، يعني الوركينج اورز دي جايه لي انت رقم صحيح، فانا هقول له في 60 مره. ليه انت؟ عشان تكون كاتها مع غيرها. تمام، بس انت عشان تنزل على السطر الجديد. الله ينور عليك. طلعت لي زي ما احنا شايفين اهو، طيب لي اي دي 0 رقم 10 على الطابور، فون نمبر زي هي، فوق البروجكت نيم، بس البروجكت واحد اشتغل فيه 15 ساعه، البروجكت الثاني اشتغل فيه 17 ساعه. كلام جميل. قدرنا نعمل عمليات جيت مفروض او عمليات جيت ليست يعني.